انا مجوج دابا يلا طور الانجاز يلا بديت الزواج ديالي عدي بنيه لا حاجه لي ما عندي حرفه ما عندي حتى شي حاجه دابا ملي حيدوا لي هاد المحل انا اللي كناكل من طريبه الخبز كنت معاش منه اش غنمشي ندير حاجه الواحده غادي نخرج نشفر بغينا حنا واش بغينا نعرفوا بلادنا وحنا واش مغاربه علاش عاطينا ديك الملاكارت فيها الجنسيه مغربيه بغينا نعرفوا حنا علاش قتلتونا دابا راه ما والو قتلتونا راه غادي نموتوا دابا ماشي علمونا ولا شي حاجه جاونا في واحد اللحظه 7 الصباح بلا ما يلا خرج رزقو اتجاو عصابه او هز عليا بنادم 50 مليون ديال السلعه 60 مليون كتلاح في الزنقه راه بزاف هادشي راه ماشي معقول انت الوحيده كنت كنجي كنت مخشش مع با لا شي واحد باع شي حولي كنهزو معاه نديرو معاه في المال يدور معايا 1000 فرانك 400 هادي هي الحرفه اللي كانت عندي من حل واحد هو مشنا هو غنقتلوا راسنا حيت ما عندنا حتى شي حل واحد هو مشنا هو غنقتلوا راسنا حيت ما عندنا حتى شي حل ما عندنا حتى شي حل الحرفه الوحيده اللي كنديروا هي هذه مصدر العيش ديالنا هو هادشي ما هادشي شو عايشه خلق مالي الهوندا تما مساكن تما عندهم هاد المصدر من كياكلوا ويشربوا تما الا جا شي واحد عنده شي اسبوع ولا شي حاجه يشري شي حاولي كيديه لي كاينين الكزاره مساكن عايشين دراري بيع وشراي الدراري جايين من هاد السيد عنده 5 دراري هاو جاي كيخدم عليه مسكين ب 40 فرانك في السيمانه من بني مسكين الناس راهو كاينين الناس كاين اللي عنده 6 دراري مسكين كيجي كيخدم على قبلهم دابا شردوا كاع بنادم كامل شردو انا عندي وليدات باقا انا باقا ما عندي حتى شي حرفه حالتي الوحيده كنت كنجي كنت مخشش مع با لا شي واحد باع شي حولي كنهزو معاه نديرو معاه في المال يدور معايا 1000 فرانك 400 هذه هي الحرفه اللي كانت عندي ملي حيدوا لنا مصدر العيش ما بقاش عندنا لا حرفه لا والو غنمشيو نموت وما بقى عندنا حتى شي حل كل كان جاو علمونا داروا لنا شي حلول بديله اعطاونا على الاقل البديل ولكن راه ما كاين لا بديل لا والو اخويا ما كاين حتى شي حاجه جاونا في واحد اللحظه ماشي علمونا ولا شي حاجه جاونا في واحد اللحظه 7 الصباح بلا ما يلا خرج رزقو اتجاو عصابه او هز عليا بنادم 50 مليون ديال السلعه 60 مليون كتلاح في الزنقه راه بزاف هادشي راه ماشي معقول بغينا حنا واش بغينا نعرفوا بلادنا وحنا واش مغاربه علاش عاطينا ديك الملاكارت فيها الجنسيه مغربيه بغينا نعرفوا حنا علاش قتلتونا دابا راه ما والو قتلتونا راه غادي نموتوا دابا المحل ديال بوك المحل ديال الوالد عايش منه انا عايش منه جدي وجده والواليد راه هو عنده 4 دراري وانا مجوج وخويا مجوج عنده بنيه هذا هو المصدر العيش ديالنا الوحيد ما كاينش مصدر ما عندنا حتى شي حرفه انا اصلا بعد انا مجوج دابا يلا طور الانجاز يلا بديت الزواج ديالي عدي بنيه لا حاجه لي ما عندي حرفه ما عندي حتى شي حاجه دابا ملي حيدوا لي هاد المحل انا اللي كناكل من طريبه الخبز كنت معاش منه اش غنمشي ندير حاجه الواحده غادي نخرج نشفر وملي غادي نخرج نشفر غادي يديوني يسدو الدريه غتمشي المراه غتمشي الحياه مشات عندي انا بالنسبه لي دابا الحياه مشات دابا يومين كنخرج كيبان لك هنا بحال عندنا قنازه ماشي قنازه بحال شي بنادم شو تشوف هي بنادم مريح كل واش رجاله بعقلهم كيبكيو واش رجاله كانوا برزقهم صبحوا الله كريم والو بحال هاد الراجل دابا شناهو كان مصدر العيش ديالو كيجي كيترزق الله كيبيع علنا كيسمعوا الحاولي ولا كيسمعوا الحاولي كيصابحوا صاحب راه بحال كنبيعوا في الدجاج راه حاولي راه فيه 100 درهم كتجيب من السوق كتبيعوا على 100 درهم 1000 ريال 200 درهم راه ما كنبيع هذيك 100 درهم كياكلوا منها الخدام كتحط منها على الاقل بعد ملي كتخرج الحاولي مع الصباح كتحط ليه 1500 درهم ديال الماكله لا دي باقي ما باعشي ما شريشي ما درتي حتى شي حاجه هذا مش ابار خدام ابار الدراري اللي يجي يعاونك هاد الكيس وهادشي راه ما كاينش حاجه راه صعيب هادشي وراه كنبيعو داكشي حنا بحالنا بحال الخضار على قبل درهم في الكيلو جوج دراهم راه ماشي عندنا شي كيصاحبو عندنا دايرين الفيرمات اللي غنمشيو غنتحاولو ليهم وغنمشيو المصدر ديالنا هو هذا دابا حنا كلشي مشرد كاع بنادم مشرد دابا والرجاله بعقلهم بشلاغهم ومن الصباح وكيبكيو فين ديناهم دابا راه مشردين طالبين عباد الله في قناه اخرين هذا مخلين عنده 10 هذا مخلين عنده 20 رزقك كيضيع دابا ولا ماكله لا شراب ديك الغلم دابا حنا جايين
مريحين دابا هنا. مول نهار اثنين والله يجي مول العلف، كيجي عندك مول العلف هنا كيوقف، والله ما عطيتش رزق ولا مشى لك من هنايا بالله العلي العظيم. وما كيعرف ما يعرف لا المخزن داتك رزقك لا والو. احنا دابا عندنا كتلاني شي 6 مليون ديال العلف، احنا دابا كي باش غتعطيها لي رزقك اللي انت كنتي غتاخذ منه وتعطي لي ما بقاش عندك. بغينا شي حل، اللي يديروا معنا شي حل. والطريقه اللي تعاملوا معاك بها والطريقه وحشيه، جابوا معاهم شي صحافه تما اللي كيدووا على قبلهم هاد الناس. انا واش الصحافه كدوي على المواطنين ولا كدوي عليهم هم؟ بغينا نعرفوا حنا واش الصحافه من حق من كتجي. الصحافه اللي جابوا معاهم شوفوا هاد الناس دايرين هاد الشوهه، دايرين هاد الوسخ، دايرين هاد الفضيحه. لا انا بغيت نعرف ديك الصحافه اللي جات معاهم هما مدواو ما عبرنا حتى شي واحد، ما قالنا حتى شي كلمه ندوي على حقك ولا شي حاجه. جاو واحد الطريقه وحشيه اللي كانوا قاطعين من الشانطي من اللي جين، جاو بحال الحرب، كلشي لابس تري، جاو بحال الحرب. هز كيقلب لك في داك الشيء وما كاينش، ما علموكش الشيء العليم، ما قالوش لك عطاوك نهار مهله خويا تواصل والو، مهله ما عطاوهاش لك ديال نص نهار ولا نهار والو. اش جا داك الشيء ما عرفنا حنا باش تبلينا، ما عرفنا باش تبلينا. شو حال شي طاحش من فوق الزنقه انا باش علاش حاولتوا تواصلوا معاهم اللي جاو عندكم؟ حاولتوا ما كيعطيكش الفرصه ديال التواصل، كتقول لي وحنا دابا شنو هو البادي؟ كيقول لك انا ما دويش معايا هذا القرار جاي من الفوق. انا ما بغينا نعرفوا هذا القرار ديالاش، مالنا حنايا شنو الذنب ديالنا حنا؟ بغينا نعرفوا شنو الذنب ديالنا وشنو المصير ديالنا. دابا حنا هادشي راه وقع، بغينا نعرفوا المصير ديالنا شنو وشنو الحلول اللي غيديروا معانا. ولا ما داروش معانا شي حلول باش حنا نعرفوا شنو غنديروا. دابا داروش معاك الحلول، شنو غيكون رده الفعل ديالنا؟ رده الفعل ديالنا راه غتكون وحشيه وايماجيه وشي حاجه غير اراديه، اللي غيمكن نحرقوا فاريوسنا، اللي غنشنقوا فاريوسنا. علاش؟ راه حيت مالو، راه مصدر العيش ديالنا هو هذا الشيء، طرفة الخبز ديالنا هو باش كناكلو، راه ما كاين حتى شي حاجه. راه المخير هنا ما عنده حتى شي بديل. مسكين كان بنادم اللي اي واحد فينا هنا كيجيب بهيمة جوج كيبقى يعلف فيها وكدا، يبيعها مع البطوار، يبيعها مع الجزار. حنا خدامين مع الناس اللي داير شي اسبوع. دابا شناهو بنادم كلشي ما عندوش شي حرفه هنا، تقول لي انا في هاد الكارير ما عندناش شي حرفه لا شي السلطة كدير لك شي حاجة فين تخدم ولا شي حاجة ولا شي مبادرة. أنا باغي قال لي باغي نبعث الدعم ديال التضامن، باغي نمشي ندفع فيه. ديت معايا المدام ما عندهاش لاكارت، مدام من فاس عندها لاكارت من فاس، جيت وقلت لي قال لي تتقيد المدام ديالك لا خاصها شهادة السكنة على حساب هنايا باش تقيد. ملي مشيت عند المقدم قلت لي انا راه باغي شهادة السكنة باش تقيد المرا، قال لي لا انتوما الكاريال ما بقاش عندكم الحق باش يطبع لكم القيد في شهادة السكنة. وانا هاد المرا اللي مجوج بها عام فين ساكنة؟ ساكنة في فاس، ساكنة معايا هنا في الدار. علاش ماشي من حقي ناخذ هاد الوثيقه؟ مش من حقي ولا ماشي من حقي؟ راه هادشي انا هادي هو القرار ديالهم، هاد النقطه اللي عندهم انا في الروجيستر ديالهم باللي انا ما مجوز ونضيع انا. دابا شنو الاقتراح اللي كتقترح انت على الناس هادو باش انهم يديروا معنا شي حلول؟ بحال اش مثلا؟ اي يديروا لنا شي سوق نموذج يخرجونا من هنا، بعد يديروا لنا شي حلول. راه حنا سلعتنا دابا راه في الزنقه، خاصنا نخدموا الداخل. سلعتنا ديال الزنقه ولا نسدوا، ما بغاوش الشوهه، ما بغاوش الغنم تبقى بينا. احنا ندخلوا غنمنا لداخل ونسدوا عليه، والعيب علينا لا شافوا شي وسخ ولا شافوا شي حاجه. يجي هذيك الساعه من حقه، ولكن يجي كليان ندخل نبيعوا ونشريوا معاهم في الداخل في المحل، ندخلوهم لداخل ما كتبان حتى شي حاجه، نبيعوا في محلنا لداخل. العيب علينا لا لقاو شي وسخ ولا شي حاجه في الزنقه، هذيك الساعة من حقهم يديروا اللي بغا. وراه بطبيعة الحال راه من دابا نخرج للحرف، انا راه ما لقيتش ما ناكل من دابا، راه يمكن لي نخرج نشفر، يمكن لي نخرج ندير أي حاجة. مش معقول ولا ما معقول؟ شنو باش اشنو نمشي دابا باقا الثقة، باغا نمشي عند شي واحد نقول خويا باغي خدمة غيدخلني؟ ما غاديش يدخلني. علاش؟ خاصك شي واحد يكون معرفة ضروري يكون يعرفك تعرفه على باش غير. ولكن باش انا غنمشي عند واحد نقول له خويا راه باغي نخدم ما غايتيقش فيا. علاش؟ حيت ما تبقاش الثقه. شنو الرساله ديالك الاخيره؟ الرساله ديالي الاخيره اخويا ديروا معنا شي حل، ولا راه غنديروا شي حل ما كاينش، ولا غنديروا شي حل راه ما كاينش، غنحرقوا ريوسنا ولا بعدا راه غنديروا شي حل ما كاينش.
لما داروش معانا شي حل في هاد اليامات، في هاد اليامات وفي اقرب وقت ممكن يديروا. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تيفي جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.